بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مثال جديد نتعلم فيه ازاي نعمل كذا كاتش، وهنتكلم على كذا موضوع في حكاية الكذا كاتش دي. فناخد مثال كده مع بعضينا، function سميتها main، وهنعمل فيها كده كيس كده بسيطة. حط try و try، عملت فيها val array، والarray دي هعمل لها int array، وهديها مثلا السايز بتاعها 3، يعني هيبقى الاندكس 0 1 2. مظبوط. طيب جيت في الاري دي قلت له بقى عايزك تحط في الاندكس رقم 8. طبعا ده ادي اول خلطه، مفيش اصلا الاندكس ده بيساوي 100 على 0، ودي كمان خطا الاسم على الزيرو. يبقى كده عندي نوعين من انواع الايه، من انواع الخطا. هاجي هنا وعمل ايه، اكسبشن، وقلت له اريثماتيك اكسبشن، عملت فاريبل اي ومن النوع اريثماتيك اكسبشن. وكل اللي هعمله ان انا هبرنت لاين لما يحصل الايرور من نوع الاريثماتيك اكسبشن اللي هي الاسم على الزيرو. هقول له ايه، هقول له اريثماتيك اكسبشن بس عشان عارفين ده طبعا النوع اللي هو الاريثماتيك اكسبشن. طيب طبعا هنا خد بالك من حاجه، اري 8 وبتساوي 100 على الزيرو. طبعا البرمجه بتقيم الاول الطرف اللي هو على ايه، على يمينك وانت قاعد قدام الجهاز، يعني هتقيم ال 100 على الزيرو وبعدين انت ايه تعمل اساين ليها. فهي بتقيم 100 على الزيرو، يعني المفروض ان الاريثماتيك اكسبشن يضرب الاول قبل النوع الثاني اللي هو ما تيجي تنادي على الاندكس خارج الاطار اللي هو الري اندكس. الري اندكس اوت اوف باوندز اكسبشن، يعني انت اديتني اندكس اعلى من الايه، من اللي موجود في الري ده، الاكسبشن من النوع الثاني. في نوع ثالث وده مهم جدا، اللي هو الحاجه اكسبشن ده، وده اهم واحد لان دوت اللي هو الاساس، اللي هو كل الانواع تندرج تحتيه. كل الانواع تندرج تحتيه، انا دي بقوله، هو كل الانواع بتندرج تحتيه. يعني لو انت حطيته في الاخر معناها ان لو اي ايرور غير الانواع اللي الكاتشات اللي انا حاططها، كاتش كذا كاتش كذا كاتش كذا، وفي الاخر بتعمل اكسبشن، معناها ان لو اي خطا تاني من اي نوع تاني خلاص اطبع لي برنت لاين جنرال اكسبشن، اللي هو اني اكسبشن بقى ايه هيكاتش هنا. امتى؟ طالما ان هو ولا طلع اريثماتيك، لو طلع اريثماتيك يخش في اريثماتيك، ما يشيل اريثماتيك يخش اري. انت اري؟ لا مش اري، هيخش في اللي بعديه. طب انت اكسبشن؟ اكيد هيطلع اكسبشن، اكيد هيطلع اكسبشن، طالما هو مش سينتاكس ايرور، يعني مش حاجه انت كاتبها غلط، لا لا ده ران تايم ايرور كده، يعني اكسبشن. والكود اللي تحت اللي هو كود افتر تراي كاتش دي، ده كده كده السطر ده هيطبع هيطبع. لو جينا جربنا كده وعملنا ران، قال لي اريثماتيك اكسبشن بسبب ديفايد باي زيرو، وكود السطر الاخير اتطبع زي ما هو. حلو جدا، يبقى ده الايه الشكل الاولاني. طب لو انا بدلت، يعني خليت الاريثماتيك اكسبشن تحت الاري اندكس اوف باوند اكسبشن، هيفرق؟ خد بالك هو كده اصلا بيقيم ال100 على الزيرو وبيضرب، يعني هو كده اصلا بيضرب بسبب ترتيب العمليه فوق، لكن مش هيفرق طالما ان نوعين الاكسبشنز مش هيراركي، مش بنيين على بعض. لكن مثلا النوع اكسبشن ده هيراركي، يعني كلهم وارثين منه، يعني هو الاب هو البيرنت. في الحاله دي معناها ان اول ما يخش اي نوع ينفع يكون اكسبشن هيقول لك موافق. فطبعا الاريثماتيك اكسبشن نوع اكسبشن، والاري اندكس اوت اوف باوند اكسبشن هو نوع اكسبشن، فهتلاقي دايما جنرال اكسبشن اللي هو ده بيضرب على طول، وهيقول لك اريثماتيك اكسبشن. ولو خليناه يضرب بسبب الاندكس هيقول لك برده هيقع في الحته بتاعه اكسبشن، يقوم داخل على طول الاكسبشن. فدايما دايما ما تحطش نوع اعلى من نوع ايه اقل في البناء الهرمي بتاعه. طالما انت وارث من حاجه ما ينفعش الحاجه اللي انت وارث منها تيجي قبليك، لان معناها انت عمرك ما هتيجي. هنا قال لي اريثماتيك اكسبشن وديفايد باي زيرو، عادي جدا مفيش مشكله. طب لو انا خليته 100 على 10 كده هينقل على الخطا الثاني، هيجي ينفذ الري في الاندكس رقم 8، مش هيلاقي في الاندكس رقم 8 ينفع يشتغل. فلو انت عملت كليك يمين وعملت ران، قال لي الري اندكس اوت اوف باوند اكسبشن خلاص، وقال لي ايه والكود بتاع عادي يشتغل. وبكده نكون شفنا فكره الايه الهيراركي زي ما احنا شفناها. الهيراركي قايمه على فكره الايه الوراثه، لازم يكون الوارث قبل الايه اللي موروث منه، لانك لو حطيت الموروث منه فهو هيطبق على طول.